فهاد ليكزارسيس 30 اللي هو ما قبل الاخير فهاد السلسله ديال التمارين ديال لي بوكل مع لي ستركتور ريبيتيتيف، غادي نحاولوا نقادوا واحد الالغوريثم اللي كيحل لي المشكل التالي. الوغ المطلوب في هاد الحاله هادي هو نقادوا واحد الالغوريثم اللي كيطلب من واحد اليوتيليزاتور انه يدخل واحد لو نومبر اونتي ان، من بعد الالغوريثم غادي يحسب ليه يو ان. يو ان هي اون سويت اللي معرفه بالطريقه التاليه، عندنا يعني U0 كيساوي 6 و UN بلس 1 كيساوي 4 UN زائد 10. باش نوضحوا اكثر هذا ليكزارسيس هذا، اولا غادي نحاولوا نحددوا شكون هما لي دوني مع لي ريزولطا. لا دوني اللي غادي تكون بطبيعه الحال هي N اللي غيدخل لوتيليزاتور، و لو ريزولطا اللي غادي نحسبوا هي UN. الطريقه اللي غادي نحتاجوا ليها غادي نشرحها بهذا ليكزومبل هذا. مثلا الى لوتيليزاتور دخل في لا فالور دو N 3، خص الالغوريثم يحسب U3. كيفاش غادي يحسب U3؟ اولا غادي يكون عنده U0 غادي تكون انيسياليزي قبل ما يبدا الالغوريثم ب 6. من بعد في كل تيرم ديال لا سويت غادي تقول U1 U2 U3. اشنو غادي ندير؟ غادي نافيكتي لهاد لو تيرم هذا 4 ديال U اللي قبل منه زائد 10. مثلا في الحاله ديال 3 في U1 غادي نحسبو دونك بالطريقه التاليه 4 U0 زائد 10 اللي هي 4 في 6. هنا 6 لا فالور القديمه ديال U0 زائد 10 هي 32. من بعد U2 غادي نحتاج U1 دونك 4 U1 زائد 10 الى حسبتها غادي نلقى 138. وفي U3 غادي نحتاج U2 اللي داز دونك 4 U2 زائد 10 في الاخير غادي نلقى 512. لا سوليسيون اللي غادي نحاول نقد ابخي غادي يكون باستعمال لي بوكل. وبالنسبه للانديس اللي غادي نخدم به غادي يمشي من 1 حتى لذاك ان اللي غادي يدخل لوتيليزاتور. وفي كل مرحله في كل ايتيراسيون داك لو تيرم اللي غادي نحسب غادي نافيكتي ليه 4 في لو تيرم اللي قبل منه زائد 10. وفي الاخير غادي نلقى داك يو ان اللي دخل لوتيليزاتور، ولا في هذه الحاله 3 مثلا اللي دخل لوتيليزاتور. الوغ كما دائما اول حاجه لو نود الالغوريثم ابخي لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. بالنسبه لي فاريابل اللي غادي نحتاجو اليوم غادي نحتاجو ان، غادي نحتاجو الاي، ابخي غادي نحتاجو الاو، وغادي نحتاجو الاو اي. لو تيب ديال هاد لي فاريابل هو اونتي. بالنسبه لان هي لا فالور اللي غادي يدخل لوتيليزاتور بوغ التيرم اللي غادي نحسبو. اي هو لانديس اللي غادي نخدم به في لابوكل بوغ. من بعد غادي نشرح لكم الوظيفه ديال لي فاريابل الاخرين اللي هما يو و يو اي. الالغوريثم كما دائما كيبدا بديبي، من بعد غنطلب من لوتيليزاتور انه يدخل لا فالور دو ان و ريكوبيري لا فالور دو ان بعد لي دوز انستركسيون اكخير اي ليغ. ليتاب سويفونت كما في التعريف ديال لا سويت عندنا اول تيرم في لا سويت هو اللي غادي نورمالمون اللي هو U0 هو 6. هاد يو اي اللي غادي نبدا نخدم به دابا دائما غادي يبقى يرمز الاو ان ناقص 1 في كل مرحله. من بعد غادي ندخل لا بوكل. بالنسبه لا بوكل غادي يكون عندنا اي كيمشي من لا فالور انيسيال اللي غادي تكون في هاد الحاله 1، يعني من اول ترم حتى الترم اللي هو الاخير اللي هو ان. لو با دائما هو 1، ومن بعد غندير فير ابري غندير فان بور. من بعد اشنو غادي ندير وسط لا بوكل بور؟ في كل مرحله خصني نبدل القيمه ديال او اولا لو تيرم الحالي اللي مثلا غادي يكون دائما هو يو ان. دائما يو ان كتساوي 4 مضروبه في يو ان ناقص 1 اللي هو هاد الحاله رمزنا ليه ب يو اي بلس 10. هادي هي لا فورمي اللي غادي نبقى نحسب بها U في كل ايتيراسيون. ولكن في ليتيراسيون سويفونت خصنا نحسبو تاني U، وباش نحسبو U خصنا نبدلو لا فالور دو U اي، سينو غادي نبقاو دائما خدامين ب 6. الوغ لاستوس اللي غادي نخدمو بها هي غادي نديرو U اي غادي نعطيو U قبل ما يسالي لا بوكل. بهاد لا فاسون شنو غادي يطرا؟ مثلا نعطيو واحد المثال، نفترض ان لوتيزاتور دخل 3، فاش يدخل 3 غادي نجول U0 دائما هو كيما قلنا 6، من بعد غادي نمشي من 1 حتى 3. في المرحله الاولى غادي نحسبو U1. U1 اشنو هو؟ هو 4 في U اللي هي 6 زائد 10 اللي غادي يعطينا لا فالور 32. في المرحله الجايه الى مثلا ما درتش هاد الانستركسيون هادي اشنو غادي يطرا؟ غادي نمشي U2. في U2 خصني نخدم U القديم، U القديم دائما هو 6. الو غادي نخدم ب 6، انا ما بغيتش نخدم ب 6، بغيت نخدم ب U ديال الترم اللي كان في U1. هنا داكشي علاش درنا هاد U اللي عطينا U. الوغ هنا كما قلنا في الترم الاول ديال السويت غادي يكون عندنا 32، فاش نمشي لجوج
شنو غادي يوقع؟ دونك غادي ناخد 4 مضروبة في 32 زائد 10 وغادي نعطيها الـ U اللي غادي تكون لفالور ديالها في هاد الليتيغاسيون 138. من بعد UU غادي نبدلو غادي ندير فيه 132 وفي الليتيغاسيون الأخيرة اللي هي 3 غادي نحسب U غادي يكون 4 مضروبة في 138 زائد 10 وغادي نلقى كو U الأخير اللي كنحتاجو اللي كنقلبو عليه اللي هو UN كيساوي لفالور 562 وغادي نأفيشيها على فان ديال لابوكل. ألوغ باش نأفيشيها غادي نكتب U فيغيكول باش تبان ليا واش U 4 ولا U 5 ولا U 6 دونك اش ندخل لوتيليزاتور غادي نكتب U اونتر دو كيومي باش تبان كيما هي. من بعد غنزيد حداها N. من بعد غادي نكتب لو سين ايغال كتبان كيما هي وباش تبان ليا لا فالور ديال U N غادي نكتب U اللي وصلنا ليها. فوالا بهاد لا مانيير غنكون كملت الالغوريثم اللي كيحسب ليا واحد السويت UN اللي داك N كيدخلو لوتيليزاتور.